في الأول نتحدث حول تطورات قضية النائب عماد العدوان، ونتساءل في الثاني حول الأجور الطبية ومدى التزام الأطباء ومدى فاعلية هذه الخطوات. في الأول تطورات قضية النائب عماد العدوان، السماح بالنشر في الداخل المحتل، تطمينات هنا وهناك، أين تسير الأمور والقراءة القانونية ماذا تقول؟ كل هذا وأكثر أناقشه مع ضيفي جواد بولس المحامي الموكل بالدفاع عن النائب العدوان. أستاذ جواد مساء الخير وأهلا بك في البلد. أستاذ جواد أبدأ بالسؤال، حصلت جلسة، وقعت جلسة، الحديث أنكم التقيتم عماد أم لم تلتقوه، ما التطورات في قضية عماد العدوان حتى اللحظة؟ نعم أخي محمد، أولا شكرا على الاستضافة، شكرا لتلفزيون رؤيا، وشكرا ل يعني هذه النشرة التي سأوضح من خلالها حقيقة الوضع. أولا أمر منع لقاء سعادة النائب ما زال رقاء المحامي، ما زال قائما منذ اليوم الأول. أصدرت جهات التحقيق المخابرات الإسرائيلية أمرا يحظر بلقاء محاميه في أي ظروف، وبالتالي هذا الأمر من المفروض أن ينتهي يوم 1/5 حتى المحكمة العليا الإسرائيلية أجازت إصدار هذا الأمر، وهو أمر قانوني بمفهوم القانون الإسرائيلي، فيه الكثير من عدم العدل وما إلى ذلك. يعني نترك نائب دون أن يحظى بأي لقاء من قبل المحامي. ثانيا نعم جرت جلسة في المحكمة العسكرية في سجن عوفر، ومدة توقيف النائب لغاية 1/5 أيضا. قبل لحظات، قبل أن يعني أتحدث معكم، اتصلت معي الجهة المحققة وأخبرتني على ما يبدو أن بكرة غدا سيحضر النائب عدوان إلى محكمة عوفر كي يطلب المحققون تمديد توقيفه مرة أخرى. يعني أغلب الظن ستعقد الجلسة الساعة 10 أمام قاضي عسكري في محكمة عوفر. نحن كمحامين، أنا كمحامي، ما زال أمر منع النشر أيضا موجود، ولذلك يعني سأضطر أن أتحدث معك. أستاذ جواد، الحديث عن موضوع منع النشر سأتحدث أنا معك فيه بعد قليل، لكن اسمح لي، ما تتحدث فيه أن النائب العدوان سيمثل غدا وليس يوم الاثنين أمام المحكمة. نعم، وفق ما وردك حسب التحديث، هذا تحديث ورد قبل ربع ساعة، وأبلغت عائلة يعني النائب قبل لحظات من الحديث مع حضرتك إنه حسب ما أبلغت الآن قبل لحظات من قبل المحقق المسؤول، غدا سيحضر النائب عدوان إلى محكمة عوفر الساعة 10 صباحا لتعقد له جلسة. هذه الجلسة للأسف أنا لن أستطيع مقابلة النائب عدوان. التقنية المتبعة في مثل هذه الحالة، يعني نتيجة لوجود أمر بعدم سماح محامي بلقاء الأسير أو المعتقل أو النائب، في حالي أدخل أنا أولا أدعي كمن يدعي، كما نقول للقضاء يعني ضد طواحين الهواء، نحن لم نحظى برؤية النائب، لم نسمع منه الموقف ولا حيثيات ولا ظروف ولا تبعات الاعتقال، وبالتالي يعني نوع من العبثية. أخرج أنا من القاعة ويدخل النائب عدوان أمام القاضي لوحده مع المحققين. القاضي يشرح له بأنني تواجدت في القاعة وبأنني موكل من قبل العائلة، يسأل عن ظروف اعتقاله وما إلى ذلك، وبعد ذلك يخرج النائب عدوان من القاعة، أعاد أنا إلى القاعة، والقاضي بعطي قراره بعدم وجودنا الاثنين في نفس الوقت. هذا ما سيحصل للأسف غدا كما حصل في المرات الماضية، إلا إذا بكرة قررت المخابرات الإسرائيلية برفع أمر منع لقاء المحامي، ساعتها أستطيع أن يعني أقابل النائب، أسمع منه موقفه، كل ما يريد أن يقوله. ولكن إذا بقي الوضع على ما هو عليه لغاية هذه اللحظات، غدا ستعقد جلسة لن يسمح لي بلقاء القاضي النائب عدوان. سأدخل إلى الجلسة وأطلب ما سأطلبه من ناحية حقوق والمحافظة على حقوق والمطالبة بالإفراج والمطالبة بتفعيل الحصانة الدبلوماسية وما إلى ذلك، ولكن كل ذلك يجري دون أن نكون نحن يعني أنا والنائب في نفس الوقت في نفس القاعة.
الترجيح أن يوم غد سيكون هناك طلب من المحققين بتمديد التوقيف أستاذ جواد؟ يعني ما أبلغت فيه من قبل المحقق المسؤول، نعم هذه النية موجودة. لم يعرف أن المحقق تفاصيل أكثر، تواعدنا أن نتحدث الليلة متأخر. هو بيكون طبعا الجهة المعنية في التمديد هي المخابرات الإسرائيلية، ولكن مندوبو المخابرات ما بيظهروا في هاي الجلسات، بيبعتوا الجهة المحققة أو المحققين الشرطيين، يعني هن اللي بيظهروا، وبالتالي هن هدول المحققين بياخذوا عمليا التعليمات من قبل جهاز المخابرات. لهاي اللحظة لم يستطع أن يفيدني هذا المحقق إذا عن فترة التمديد وما إلى ذلك. قال لي سأبلغك فقط إنه التمديد بكرة مش بعد بكرة، الساعة في ساعات الصباح في محكمة عوفر، تفاصيل إضافية سنزودك فيها لاحقا هذه الليلة. طيب اسمح لي أستاذ جواد، أنت ذكرت أنك ستقدم للمحكمة جملة من الأمور، منها الحصانة الدبلوماسية، منها طلب لقاء لقائك بالنائب العدوان، والاحتلال رفع منع النشر عن القضية في وسائل الإعلام. هل هذه المعلومة دقيقة؟ تحدثت أنت أن منع النشر يقيد. غير دقيقة. نعم. غير دقيقة. ما نتحدث فيها هي الأمور العامة، ما نشر هو أمور عامة، أمور يعني ما حدا بيقدر يحكي شو أهم شيء في كل هاي الرواية. أخي محمد وللمشاهدين جميعا، أهم شيء هو موقف وأجوبة النائب العدوان. ولا حدا في العالم بعده سامع بشكل موثوق النص الذي أفاد به النائب عدوان خلال عملية التحقيق فيه، وهذا هو المهم، وعلى هذا يوجد النشر، منع النشر. وبالتالي ما سمعناه من أنه ضبط ساعة دخل وما إلى ذلك هي معلومات إعلامية نشرت في حينه، ولم يرد أكثر من ذلك سوى الإجراءات القضائية. يعني إسرائيل رفضت الادعاء الحصانة الدبلوماسية لأنها قالت أنه عضو برلمان أردني لا يحظى، لا يتمتع بحصانة دبلوماسية داخل أراضيها، لا حسب القانون الإسرائيلي ولا حسب القانون الدولي، إلا لو كان النائب عدوان موظف في أحد ممثليات الأردن هنا، نعم هو يحظى، لكنه يعني لا يتمتع بهذه الحصانة. رفضت هذه الحجة من قبل القانون الإسرائيلي ومن قبل المحققين، وبالتالي هم يدعون أنه لا يتمتع بحصانة، وهم يدعون أن هنالك أمور تحتم إبقاء أمر منع لقاء المحامي وأمر منع النشر. وطبعا هي ادعاءات شبه روتينية في التحقيق الأمني لدى إسرائيل في مثل هذه الحالات لأسفنا الشديد. طيب متى تتوقع أن يتم لقاء النائب العدوان، ومن وجهة نظرك إلى أين تتجه الأمور، كونه الحديث في القضية محصور وفق القوانين والأحكام التي تحكمها اليوم؟ واليوم كل التساؤلات، لا حصانة دبلوماسية، نعم الحل السياسية هي أمر آخر، لكن قانونيا ما هو الموقف اليوم أستاذ جواد؟ يعني كما قلت فيش أصعب من موقف محامي أخي محمد يدافع عن معتقل وبعده مش سامع موقفه أزاء ما يشاع على أنه يعني متهم أو مشبوه به، فيش أصعب من ذلك. كل ما لدينا أن نقول بأن الرواية ما زالت رواية إعلامية نشرت من طرف إسرائيلي، علينا أن نسمع المبررات وموقف النائب عدوان كي نستطيع أن نجيب بشكل قانوني سليم. قانونا أنا سأطالب غدا أنه منع أي شخص يقع تحت التحقيق، ومن باب أولى نائب في 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 دولة أخرى، منعه من لقاء محامي منذ اللحظة الأولى، يعني من لحظة اعتقال النائب عدوان يوم 22/4 لغاية 1/5 سيبقى ممنوعا من زيارة محامي. نعم قابلوا سيادة السفير وسيادة القنصل الأردني، ولكن هذا إجراء دبلوماسي نحن لا شأن لنا به من ناحية قانونية. يعني الأمر الحالي ساري مفعوله ينفد بتاريخ 1/5، نأمل أنه ألا يمدد هذا الأمر مرة أخرى. في مثل هذه الحالة إذا لم يمدد في 2/5 صباحا أنا أستطيع أن أقابل نائب عدوان. طيب ما بعد ذلك لو طلب التمديد ووفق عليه تمديد التوقيف، كيف سيكون المشهد أستاذ جواد؟ أنا نتحدث نحن الآن نتحدث عن 8 أيام، 7 أيام مرت،
الثامن قادم ولا نعلم كيف سيكون الوضع يوم غد صباحا. المسار القضائي في مثل هذه الحالات أخي محمد مركب من مرحلتين. المرحلة الأولى هي محكمة الدرجة الأولى، غدا سنمثل أمامها، وهي مكونة من قاضي عسكري في محكمة عسكرية، والنيابة تطلب ما تطلبه ونحن نعترض والقاضي يقرر. لا أعرف يعني طول المدة اللي رحين يطلبوها لأني لم أبلغ بها لغاية الآن، سأبلغ بها لاحقا الليلة. نحن سنعترض على قرار هذا القاضي، لنا حق أن نستأنف أمام محكمة عسكرية أخرى، محكمة الاستئناف العسكرية، وبهذا ينتهي الإجراء القانوني حيال قضية التمديد. أما منع النشر ومنع لقاء المحامي فالصلاحية معطاة لمحكمة ما يسمى محكمة العدل العليا، هذا إجراء إداري يعني المحكمة تدخلت فيه وأبقت الأمر على ما هو عليه لأسفنا الشديد، في حالة وأتمنى ألا يحصل ذلك، في حالة إعطاء قرار من قبل الجهة المحققة بتمديد أمر اللقاء، لنا الحق مرة أخرى أن نتوجه إلى المحكمة العليا ونعترض على ذلك. في هذه المرة آمل أن أسمع صوت مغاير عما سمعناه في المحكمة السابقة حين وافقت المحكمة على إبقاء أمر منع اللقاء. الإجراءات القانونية القضائية في مثل هذه الحالات أخي محمد كما تحدثنا مرارا وتكرارا هي محدودة النتائج وغير مضمونتها للأسف الشديد، وبالتالي يعني لحسن الحظ قد يكون أن لهذا الملف بعد آخر هو البعد الدبلوماسي، وأنا على قناعة بأن من يجب أن يعمل بواقع أن السفير قام بزيارته والقنصل، وبواقع ما نسمعه وما يرد من الطرف الأردني. المشهد السياسي أستاذ جواد اسمح لي، تحدثت عن الجانب القانوني وتحدثت عن المشهد السياسي، والسؤال كل الأسئلة تتحدث عن كيف يمكن للدبلوماسية والجانب السياسي أن يعمل في هذا المجال وفي هذا الجانب، وهل من ممكن وصول لحلول دبلوماسية سياسية لإنهاء وطي صفحة هذا الملف؟ يعني كنت أتمنى أخي محمد أن أكون يعني معاي الصلاحية والقدرة أن أجيب على ذلك. أنا أثق بالجانب الأردني وبالمسؤولين في الجانب الأردني ألا يتركوا نائب في البرلمان، أنا أثق وما أسمعه هو مطمئن، وأنا أتوقع أن يكون في تأثير لذلك. يعني دعني في حلم التفسير، أنا هون عندك أمامك كمحامي دفاع عن النائب عدوان، وسأحصر ما أتمناه وما أعد فيه وأثق في يعني موقف النائب عدوان بأنني سأدافع عنه لكي يحرر ويعود إلى وطنه حرا. أما عن المجهودات الأخرى فآمل أن تثمر حتى قبل نفاذ الإجراءات القانونية. نعم، بدي أشكرك كل شكر الأستاذ جواد بولس المحامي الموكل. شكرا لكم. عن النائب عدوان تحدثت عن جل ما يمكن أن تتحدث به حول هذه القضية احتراما للقانون. أشكرك كل الشكر على وجودك معنا. أبرز ما جاء في حديث الأستاذ جواد أن منع لقاء المحامي لازال قائما تجاه النائب العدوان، وأن الجلسة بكر موعدها من يوم الاثنين صباحا إلى غدا صباحا في العاشرة صباحا. لا يعلم أستاذ جواد مدة هذه الجلسة، ومن المرجح أن يطالب المحققون بتمديد توقيف النائب العدوان وتمديد منع لقاء المحامي به. ويشير أيضا أستاذ جواد أن الجهود الدبلوماسية لا زالت مستمرة لإنهاء هذا الملف.